كما قال واحد راكم شفتوها وراها مشات على قضيه عبلادها الحمد لله ان شاء الله يكون خير. وراها ديجا البارح كي مشيت عندها قالت لي بلغي لهم السلام كامل وقالت لي قولي لهم يكونوا قويين 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 باسكو انا راني قويه بهم. دينا الهدى من ولاية تلمسان، العمر 26 سنة، الإقامة في تلمسان، طالبة جامعية كلية علوم اجتماعية، تخصص علم اجتماع الاتصال سنة ثانية ماستر. 22 فيفري أعتقد أن كل جزائري محب لوطنه ومحب لكرامته كجزائري خرج يوم 22 فيفري لإسقاط رمز من رموز الفساد، هو رئيس دام الحكم تاعه لمدة 20 سنة، هو أصله من تلمسان أو بالأحرى من وجدة، لكننا كجزائريين أسقطنا رجلا في السلطة، ما يهمنا لا من تلمسان ولا من ولاية واحدة أخرى، لأنه الأهم بالنسبة إلينا هو الجزائر. خرجنا أنا وعائلتي كلها يوم 22 فيفري باعتباره أول يوم في الحراك الشعبي الجزائري. 22 فيفري كان تاريخ شعبي من كل ولايات، كانت في مواقع التواصل الاجتماعي انطلاق التاريخ 22 فيفري يوم الجمعة، لهذا كنا نحفزوا بعضياتنا في المنزل، واحد يقول نخرج بلك فيها قمع بلك فيها خوف بلك فيها، ما درنا الكوراج لبعضياتنا، اعتقد انه كاع الجزائريين كان عندهم نفس الشعور. ومن بعد كي خرجنا للساحة ما كانش ناس سيطرت علينا ولا أقنعتنا بهذاك الخروج إلا من عائلتك وإلا من إحساسك الداخلي بأنه الوطن راه ينادي للشعب تاعه لإسقاط هذه المهزلة. كانت كأي انطلاقة في أي ولاية من الساحة العمومية لأي ولاية، نوع من الحماس، نوع من الخوف، نوع من ما نعرفوش بعضياتنا، حتى مواطن ما يعرف صاحبه، حتى تنطلق تلك الشرارة وتلك الشعارات اللي تجمعنا تحت شعار واحد وتحت مطالب واحدة. قبل 22 فيفري او قبل الحراك الشعبي ما كان عندي حتى نضال سياسي او انتماء لمجتمع مدني، كان عندي عزوف سياسي مثل اغلبيه الشباب الجزائري، اما انا اعتبر كاين نضال شخصي اللي هو في المسار تاعك الجامعي او الدراسي او مع المجتمع، تناضلي على افكارك، تناضلي على حقوقك في الجامعه في الدراسه، اعتبره نضال شخصي بعيدا عن اي انتماء حزبي او عن اي مجتمع مدني. انا اعتبر الحراك الشعبي انه مؤسسه او مدرسه سياسيه، تعلمنا وما زلنا نتعلم الكثير، لاننا احتكينا بالناس اللي همشهم النظام هذا، بالسياسيين بالاكاديميين اللي كان ما كناش نسمعوا لهم قبل 22 فيفري، وتعرفنا عليهم لانه جمعتنا مطالب واحده، لانه جمعنا الاهداف واحده، يعني نضال واحد، ولينا نسمعوا ونتعلموا من عده سياسيين، لانه بهذا نعتبر أنه انخرط في مجتمع سياسي، مجتمع مدني حقيقي اللي هو مؤسسة الشعب اللي فيها كل المجالات سواء الاقتصادي أو السياسي، ولينا نسمعوا الحركات النسوية، ولينا نسمعوا الحركات الطلابية، ولينا نسمعوا للنضال المجتمع المدني ومناضلين اللي كانوا شحال من عام يناضلوا في الساحة الوطنية. دونك نعتبر نقدر نقول لك باللي انخرط سياسيا بعد عزوف منذ الولادة، خاصة في المجتمعات تاعنا في الغرب الجزائري بعيدة كل البعد عنا تقريبا، ما نقدرش ننفي
لكنها بعيدة عن النضال السياسي نوعا ما. لهذا نعتبر أنه أغلبية الشباب انخرطوا في السياسة مشي بالضرورة هي تكون أحزاب أو يكون منظم، وإنما هي سياسة شعبية لكنها سياسة حقيقية. أي واحد انخرط في السياسة أو انخرط في الحراك الشعبي تعرض للضغوطات أو تعرض لتضحيات، منها التضحيات تاعك في وسط الجامعة، كاين الناس اللي مخالفاتك الرأي تبقى تنظر لك بصفة واحدة أخرى، أنه خاصة وبعد تغليط الإعلام لأغلبية الناس في المجتمع تاعك أو بالأحرى في العائلة، تقدري تتنافي مع بزاف أشخاص يقدروا حتى يبعدوك من المجتمع تاعهم لأنه راك تخالف الرأي تاعهم، أو ومن بعد يصروا لك تضييقات من عند الأمن أو اعتقالات أو يصرى لك تضحيات. لأنه بار اكزومبل أنا صرات لي تجربة تاع كنت في السجن لمدة 45 يوم، تعرضت فيها لفقدان الوقت من دراستي أو فصل من دراستي وتأخير الامتحانات بالنسبة لي، وكذلك فقدان جزء كبير من عائلتي بسبب اختلاف وجهة النظر. دونك كاين تضحيات لكل واحد في هذا الحراك. لأنك امرأة، لأن المجتمع تاعنا بالنسبة كبيرة ذكوري، في المجتمع تاعنا يشوف بلي حاجة عيب المرأة تدخل للسجن مثلا، العائلة تاعك تشوف بلي الشرف تاع العائلة خاطرش السجن فيه ظواهر أو فيه كيش نقولك مستوى اللي ما لازمش تكون فيه اسم العائلة هناك، أو في على مستوى الدراسة يشوفوك واحد غريب عليهم شغل راك تعديت الحدود تاع النظرة العادية. دونك كاين بزاف الضغط على المرأة أكثر من الرجل، لأن المجتمع الجزائري أو المجتمعات المحافظة عندها نظرة أكثر خصوصية للمرأة. العائلة تاعي المقربة اللي هما الأب تاعي الأم تاعي والأخ تاعي، أنا الأب والأم تاعي مناضلين منذ القدم من قبل 22 فيفري من مواقف قديمة ومن ثورات قديمة صرات، دونك ما لقيت حتى صعوبة مع الأهل تاعي. بالعكس كاين مرات كاين يصرى لي أنا إحباط نلقاهم هما في الساحة وما يخرجوا هذاك النهار الحراك، في مواقع التواصل نشوف تنمر ولا هما يوقفوا في الجانب في الظهر تاعي. من بعد اللي خرجت من السجن طلبت مني الوالدة تاعي، التجربة اللي عشتها صعيبة بزاف بحكم أنها مقربة مني كان عندي تواصل معها، تقول لك إيفيتي بزاف سواء إيفيتي كلام هذا، إيفيتي المنشورات هذه، إيفيتي تهضري بزاف، إيفيتي التصريحات، إيفيتي ما تخرجيش بلا خبري. نقدر نقول لك باللي في الاول كانت المشاركه تاع 22 فيفري كانت نسبه المراه ضئيله جدا. عندك في الحراك الثاني من بعد كي شافوا السلميه كي شاف الحراك نجح في اول اسبوع كانت مسيره 8 مارس قويه. كاين بعض الذكور اللي كانت عاده ما تجسدتلهاش فكره ان المراه خص يكون عندها دور امامك في الصفوف الحراك. تعرضنا في الاول تاع الايام الاولى تاع الحراك لانه راكو تناديو بالتحرر راكو تناديو بصوالح اخرين، ما كانوش يشوفوا بلي مطالبنا هي مطالب الحراك الشعبي، خلل في المصطلحات او مثلا انا صرات لي حادثه يوم قدوم واحد من المترشحين هنايا في تلمسان، بالمناسبه الله يفك اسره رشيد نقاس، سيد رشيد نقاس، كنا في ساحة عمومية وكان عدد النساء المشاركات فيها قليل جدا. كان واحد من المناضلين أو من الحراكيين قال لهم بعدوها علينا، هذه تبغي راهم باغيين التحرر بلاصتك في الكوزينة. كنا نسمعوا مرة على مرة خاصة إذا ما كناش في اليوم مخصص للحراك الشعبي اللي هو الجمعة والثلاثاء بالنسبة للطلبة، كيكون يوم عادي تشوفي باللي كاين مازال الذكور عندهم هذيك المجتمع الذكوري يقول لك روحي بلاصتك في الكوزينه بلاصتك، لكن في يوم الجمعه عندك الحضور تاع المراه قوي تاع
تدريجيا بقاو يوالفوه، وبالعكس بقاو هما يناديو لحضور المرأة في الصفوف الأولى، وكانوا يديرونا في الصفوف الأولى لتجنب القمع ولإعطاء نظرة، لأن المرأة والرجل أصبحوا كتفا إلى كتف وعندهم نفس الأهداف ونفس المطالب، وأنهم كلهم تساويين وأنهم كلهم جزائريين. مثلا نحكي على الولايه تاعي، ما كاينش حركه، كاين نسبه قليله بالك واحد 3 ولا 4 نساء في الحركات النسويه. وما عندناش في المجتمع تاعنا، ماشي كيما العاصمه اللي عندهم ينشطوا هذه شحال وكل شيء، دونك ما كانوش، ما عندهمش تعريف مضبوط ولا مصطلح كيما نقولوا تعريف لهذه الحركه ولا المطالب تاعها. دونك جاهم كي شغل مطلب جديد ولا عنصر جديد تخلى الحراك تاعنا، مطالب تاعها شويه فئويه، دونك ما تقبلوش في الاول. او نقول لك ما كانش عندها ظهور كامل في المجتمع، في الحراك تاعنا ما كانش بارز بتاتا الا في 8 مارس 2020. المجتمع تاعنا كاين بزاف ظواهر اجتماعيه اللي تبين انه المراه مازالت عندها ضغوطات، المراه مازالت عندها عنف جسدي، عنف لفظي من بعض الذكور، اللي دائما بلاصه الكوزينه حرمانها من المجتمع المدني، يشوفوها باللي هي تولات المناصب وهما لا. دائما عندهم هذيك النظره تاع المراه اللي راها كشغل ما يعتبروهاش باللي هي عنصر كيفهم، هي تقاسم معهم نفس الهويه، بداو يشوفوا فيها باللي منافس على الحقوق تاعهم، واللي هما اجدر بهذوك الحقوق وهي داتهم لهم. بصح في 22 فبراير نحسها بلي تصالح الرجل مع المرأة، لأنه شافها أنها خرجت جدار يحميه من العنف، يحميه من القمع. عندها دور، نعطيك مثال، دونك نقرا علم اجتماع، اليهود او في اليهود عاطين دور كبير للمراه، يشوفوا باللي المراه هي المجتمع، المراه هي الام، هي الاخت، هي الزوجه، هي الابنه، عطاو قيمه كبيره للمراه. وبنفس الشيء في المقابل بداو يحاربوا المجتمع تاعنا، المجتمعات العربيه والمسلمه، عن طريق المراه. يمشي يخرب في بار اكزومبل البرامج اللي يشوف الرجل باللي هذيك المراه ما لازمش تشارك فيهم وكل شيء، هما يركزوا عليهم بالضروره. نشوف باللي المرأة هي المجتمع، هي التنشئة الاجتماعية، وجودها في الحراك هو اكتسابها لثقافة سياسية، هو اكتسابها لثقافة المجتمع الحقيقي، وبالتالي ستنجب جيل أو تربي جيل مبني على الوطنية، جيل يعرف ما هي السياسة، ما هي المواطنة، ما هي الانخراط في الحياة المدنية، ما هو المطالبة بالأهداف، ما هي السلمية في المطالبة بالأهداف. بون احنا كنا في الايام الاولى ما تعرضتش للحراك في تلمسان ابدا، لاعتقال، كاين اعتقالات على منشورات في الفيسبوك، في الحراك ما كاش عندنا، بالعكس كانوا يرافقونا الشرطه في الايام الاولى. ومن بعد انقلبت الموازين، كنا نتعرضوا للضغط في ايام التصعيد لانه كنا قلال، وفي الايام تاع اللي كانوا يجوا الحملات الترشحيه هنا. في الحملات الترشحيه تعرضت انا والكثير من النساء حتى للصاعق الكهربائي، مثلا في زيارة بن فليس لتلمسان تعرضنا للصاعق الكهربائي من رجال الشرطة، وتعرضنا للتعنيف من رجال الشرطة بالزي المدني، كانوا حتى يقلع لك الفيس، يطرطقها لك، يخطف لك التليفون من يدك، يدعزك، حتى أنه صديقة لي كانت خاطية كاع، كانت غير مارة من الجانب المشور للقاعة اللي حضر فيها بن فليس، خاطية كاع الحراك جايه فايته، رفدوها بها بتليفونها وداروها في العربه تاع الشرطه.
شفت بعيني مرأة اللي قاسها البوليسي هكا طاح طيح على ظهرها. انا صرالي اعتقال من عند الشرطه. بون مشيت رجلي برجلي لمركز الشرطه. من بعد انا رحت انا والوالده تاعي باش نروح نشوف الاستدعاء هذاك اللي جاني. رحت لمركز الشرطه رقم 3، حقوا معايا الشرطه عادي على هذوك على قضيه التشهير. كي جيت خارجه صايك من التحقيق نلقاهم عند الباب شرطه بالزي المدني والسياره تاع البياري. قال لك تفضلي معنا، واش كاين تفضلي معنا. ما كان ما بدون جواب. كي طلعت لقيت مراه ثاني هي بالزي المدني، ادوني قسم الشرطه قسم الجريمه الالكترونيه. من بعد قالوا لي راكي عارفه على شكينا، مانيش عارفه عندك منشورات فيسبوك تسبي الشرطه تسبي الجيش. وانا على بالي بلي ما سبيت الشرطه ما سبيت الجيش. قلت لهم انا اولا انا كنت نعبر في الفيسبوك تاعي تحت حريه شخصيه لانه حسابي الخاص. ثانيا انا في جمهوريه ديمقراطيه شعبيه. ام ثالثا فهذا ضمن مذكره البحث تاعي، انا باحثه اجتماعيه ننشط في مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا بيا نعرف على الناس وماذا بيا نعرف على الحركيين وماذا بيا نشوف رده الفعل مع منشورات التوعيه. وانا بيتوني هذيك الليله في السيلون بلا ما يجيبوا لك قشك، بلا ما يجيبوا لك احتياجاتك الخاصه، بلا اكل لا والو. يقلعوا لك الفولاغ، يقلعوا لك لاستيك، وما خدش كاين الكاميرا لداخل. ما با ما ديريش غطاء وعلى راسك، ولا تجيك البوليسيه تقول لك قلعيه. الليله الثانيه هذيك اللي بت الشرطيه سمحت في المكان تاعها، وبوليسي زعما خرجني استعطاف. خويا جاب لي شيكولا وهاد الصوالح وكل شيء، خرجني قال لك خوك جاب لك صوالح. هي انتردي تخرج من السيلون وتخرجهم في القاعه. بون هذا جا قاعد يلعبها متعاطف معايا، ومن بعد يسيا كيفاش يتحرش بك. بعدته في اللحظه الاولى وعاود خرجني دوزيام فوا، عاود يسيا راكي عجبتني راكي منا. بعدته ومن بعد دخلت للسيلون وقلت له المره الثالثه كي يجي يخرجني، قلت له ما زيدش نخرج. قلت له كون نخرج دروك نعيط نلم عليك كاع اللي يخدموا هنا. انا اعتقلت لو 17 ديسمبر، وكانت عندي بريزونطاسيون لو 19 ديسمبر 2019. 17 ديسمبر 2019 كنت بت قعدت يومين تحت النظر في مركز الشرطه، ومن بعد لو 19 كان عندي البريزونطاسيون امام وكيل الجمهوريه. بون هو الحبس نبكي حاله يرطى لها. كانت معايا البوليسيه قالت لي نور الهدى غادي 3 ايام ويطلقوك. درت هكاك قال لي 3 ايام. مشيت اول حاجه اللي ترالك عند الباب، انا هذيك هي اللي مازالت الشوك عندي، عند الباب تاع الحبس يقلعوا لك اي يدخلوك بلي مينوط. بون انا في الطريق كومبلي ما لبستليش لي مينوط حتى الباب تاع الحبس. كشغل تعاطفت معاه. وبعد كي دخلت عند الباب تاع الحبس بون الغارديا ما يعرفكش اسكو راكي جايه معتقلات راي ولا حاجه واحده اخرى. عند الباب يقول لك ديري يدك موراك ماركي جايه لا تحوسي. هذيك طالبة جامعية مستوى بعائلة ما شاء الله تعامل بهذا الشيء صاي تفقدي قاع الإحساس. ديري يدك موراك تدخلي مهانة. كي تدخلي القاعة بون هذوك الناس ماشي قاع ما كانش معتقل لا ترأي في تلمسان أبار أنا بالك في الحراش ولا في جهة أخرى. حتى إحنا النساء في الحراك الشعبي الجزائري ما كانش بزاف يعدون على الأصابع. دونك في الرجال كاين كيما احنا. انا الوقت اللي دخلت كانوا عندنا 4 في الحبس بصح معتقلين رأي. بصح في نو ماشي 4 5 بصح. كي دخلت انايا في النساء غير انا، كل وحده عندها قضيه تاعها وفي مخلطين القضايا في نفس القاعه بصح مخلطين. دونك اليامات الاولى كنت اضراب عن الطعام غير نشرب الماء.
بون ماما اقنعتني باش نبطل اضراب عن الطعام. كي دخلت بطلته وبديت انا اجتماعيه بطبعي، بديت نتاقلم مع ناس. كي دخلت قاعدوا يحذروني باش ما نهضرش على الحراك. ايه وبالقبل نعطيك التهم تاوعي عند قاضي التحقيق، قال لي راكي متابعه بجنايه. انا كنت متابعه بجنايه، جنايه اضعاف روح معنويه الجيش، وجنحه المساس بحرمه الاشخاص، واهانه هيئه نظاميه، والدعوه للتجمهر غير المسلح. جوزت تقدري تقولي من 19 ديسمبر حتى ل 21 جانفي. دروك تسني الاحاله من الجنايات للجنح. قعدت نستنى بفارغ الصبر عاود باش تجيني الاحاله. كاين اللي يقول لك دوك تطول 20 يوم، انا قعدت بالك سيمانه عاود جاتني الاحاله لمحكمة الجنح. ومن بعد التمسوا لي سنة سجن و 5000 خطية، 50000 دينار جزائري خطية. ومن بعد بداو المرافعات على لي زافوكا، وداو على بعد حين حكموا لي بشهر نافذ، وانا كنت فوت 45 يوم ماشي شهر، شهر نافذ وخمس اشهر غير نافذة. واستأنفت عندي 25 اكتوبر الاستئناف تاعي. هذه هي الوقائع كومبلي. وعندنا مثال في تليمسان انا نعتبره هو القدوة تاعي الاولى في تليمسان، مليحة حميدو، مجاهدة ام شهيدة عندها 15 سنة، كانت تبعث الرسائل من المدينة الى الجبل، جبل الوريط، جبل الستي، كانت ممرضة هي اللي تطلع الاسعافات الاولية من الدكتور بن زرجب والعقيد فراج الى المجاهدين. التنورة تاعها مازالت في معمرة بالدماء في متحف فرنسي. نعتبرها قدوة كبيرة لانه ما قدمته مليحة حميدو مقابل سن 15 سنة هو الكثير والكثير بالنسبة للمرأة الجزائرية. نقول لك باللي الحراك في السنة الأولى كان مدرسة، كان عادي يتعلم ياخذ من التجارب. الجزائر نضالها ماشي في الثورة التحريرية، الجزائر نضالها في الثورات مع الحضارات. ديجا عاود جات الثورة الفرنسية كان النضال تاعها في المقاومات، ومن بعد جات الثورة التحريرية، ومن بعد جاء أحداث 88 أكتوبر، ومن بعد جاء الربيع الأمازيغي في 2001. دونك الجزائري ولا الثائر الجزائري تعلم من ثورات اللي صرا، تعلم من نشوفوا باللي الثورة التحريرية كان عندها قيادة، المجاهدين في كل ولاية كانت مقسمة إلى ولايات ست، بصح نشوفوا باللي الاحداث اللي كانت صاريه هذاك الوقت ماشي كيما الاحداث اللي رانا مع النظام دروك. ماش العدو تاعنا استعمار فرنسي ولا استعمار غريب، دروك الاستعمار اللي رانا فيه هو استعمار محلي. ومن بعد نشوفوا الحادثه تاع 2001 كانت تجربه للامازيغ ولا للقبائل، لانهم داروا ممثلين للثوره وتمت خيانه لتلك الثوره من قبل الاشخاص اللي داروهم قياده لذلك الحراك. لذا نشوف انه الحراك في السنه الاولى ما دارش ممثلين لانه ما عنده ثقه حتى في واحد، فقد الثقه في الناس اللي تبيع والناس اللي تتاجر في القضايا والناس اللي تتاجر مع الحراك. اما بالنسبه للسنه الثانيه نشوف باللي لازم الحراك نظرتي الشخصيه انه الحراك لازم يندار له تقييم، نشوفوا على الاقل ماشي ممثلين. انا ضد التمثيل لانه التمثيل راح يؤدي بتلك الشخصيات الى مفاوضات مع السلطه او مفاوضات مع النظام لتقبل بعض من المطالب والرضوخ مطالب اخرى في ظل تقبل النظام. نشوف باللي لازم التنسيق على الاقل، تنسيق بين الولايات، والتنسيق ماشي يكون بالضروره شخصيات معروفه، الحراك انت الشخصيات من كل ولايه. نشوفوا باللي كاين شخصيات فاعله من كل ولايه، لازم يكون تنسيق بين الولايات باش يكون هذاك الزخم الاعلامي ويكون كيما نقولوا تعبئه شعبيه.
كما قلت لك كان الشباب الأغلبية الشباب كان لهي في الكرة، كان لهي في الفن العشوائي، تاع كنا نشوفوا الراي غالب على الجزائريين، كنا نشوفوا لهي في كان الأغلبية تاع الشباب الحرقة بالدرجة الأولى، كان لهي بالفئة الضوها الاجتماعية تاع المخدرات، على الشباب الجزائري شو باللي كان مطلق السياسة، كان يشوف بلي السياسة راه فيها غير النظام، راه يشوف فيها غير الرؤوس الفاسدة، كان منعزل على السياسة، يقول لك ندخل للسياسة نعفن روحي، ندخل ويشوف فيها بلي متجرة، يشوف فيها بمصالح شخصية، يشوف فيها كان مطلق المجتمع، ما يهدرش على الدواء كيما نقولوا صوالح اللي مهمة للمجتمع تاعه. كي دخل 22 فيفري بدا يقرا المصطلحات السياسيه، بدا يتعرف على النخب السياسيه، بدا يتعرف واش هو الفساد، بدا يتعرف واش هو المؤسسات الدوله، بدا يتعرف واش هي الديمقراطيه، بدا يتعرف على المصطلحات السياسيه، بدا يتصالح نوعا ما مع السياسه. بدينا نشوفوا نشاطات طلابيه ولاو الطلبه يمشيوا يحضروا المؤتمرات ويحضروا الندوات اللي تتعلق بالسياسه، ولينا نشوفوا منظمات جدد ولا حركات جديده كما بار اكزومبل جمعيه راج، بدينا نشوفوا الحركات النسويه، بدينا نشوفوا بزاف المبادرات اللي شفنا فيها الشباب، بدينا نشوفوا عارضات ولا بيانات من عند محامين ولا من عند سياسيين نشوفوا الشباب يمضي عليها، بدينا نشوفوا تصالح نوعا ما مع السياسة. الهدى عكادي، جزائر حرة ديمقراطية، دولة مدنية ماشي عسكرية. كنا هضرنا من قبل على النسويات، حركة النسويات هي فئة كانت ناضل قبل الحراك وقبل 22 فيفري، عندها تاريخ نسوي، عندها كما نقولوا مظاهرات كانت تدير بهم، عندها ما فئة قليلة. بصح دروك نشوفوا الحراك، المرأة الجزائرية اللي اندمجت في الحراك غادي يكون عندها نشاطات أخرى من غير النسويات. بدينا نشوفوا طبيبات منتميات للحراك هما اللي كان عندهم دور في التوعية تاع الكورونا مثلا، تشوفيهم باللي دورهم بارز في قطاع الصحة مثلا. ولينا نشوفوا محاميات في هيئة الدفاع، ولينا نشوفوا قاضيات، كاين قاضيات اللي انحازوا للحراك. دونك في الاعلام شفنا صحفيات، شفنا مواقف تاعهم، سما غادي الدور تاع المراه سوف يتسع في مجالات اخرى، ماشي منحصره في مطالب فئويه وانما في كل تناضل في كل القطاعات. كان في الدستور القديم انا كان عندي تجربه اني خدمت عن محامي، من اغلب القضايا اللي فاتوا كاع على الاطلاق عند كاع المحامين هما قضايا الطلاق والتعنيف ضد المراه، بالرغم انه كان الدستور يجرم هذا الفعل، ثم ما كانش عنده كاع دور هذا، وحتى كانت في الدستور القديم ما كانش عنده تطبيق ميداني ولا في القوانين اللي تجرم هذا الفعل. كي تمشي المراه بار اكزومبل تمشي للقضاء في قضيه تاع التعنيف ولا تاع الطلاق ولا، يطلبوا منها لي سيرتيفيكا ومن عند خبير شرعي ومن عند الاخر ومن عند الاخر وشهادات، ويكلفوا منها بزاف صوالح ومن بعد ما يعطيوهاش حقها ولا تعويضات على هذا العنف. شفنا قوانين اللي صدرت في عهد بوتفليقه ضد التحرش على المراه، في عوض كاين تحرش كبير، كاين تحرش في مواقع التواصل الاجتماعي، كاين التنمر على المراه، التحرش عنده مظاهر ماشي التحرش اللي في الطريق برك، سما ما عنده حتى دور كي تديره لي قانونيا في الدستور ولا في اي دستور. ومن بعد في هذا الدستور هو نفس دستور النظام السابق، لانه الحراك راه يطالب بالنظام يذهب، كيف نفس النظام راه يدير في نفس الدستور، ما كان حتى تغيير. دونك بدون الاطلاع على مستوى مسوده الدستور او القوانين اللي جايه ضمن هذا الاخر، نقول لك باللي منطقي الشخصي او اقتناعي الشخصي انه ما كان حتى اجتهاد باش تكون هذه القوانين صح كاينه ميدانيا، مادام كاين قمع للحريات النسويات بار اكزومبل ولا الفئات النسويه اللي صرا لهم قمع من عند الشرطه كل نهار اللي يطالبوا بالحقوق تاعهم، كي
كيفاش انت تقمعهم من جهه وانت تعطيهم قوانين من جهه، دونك ما عندي حتى اقتناع بهذه القوانين. اجتماعيا التطور اللي راه صار اجتماعيا هو سببه الحراك، اما سياسيا فنشوف بلي التطور راه في قمع المعتقلين، شحال ما يندوا شحال ما كاين اعتقالات، وسياسيا راه بالنسبه للنظام راه تراجع، راه الجزائر اقدم من الجزائر القديمه، ماشي جزائر جديده بتاتا على مستوى جميع القطاعات. اما اقتصاديا غير مثلا في حادثه الانترنت، نشوفوا بلي في وقت بوتفليقه كان الانترنت هي السبيل الوحيد لمحاربه الغش في الامتحانات، نفس الشيء ندار في النظام الجديد اللي هي قطع الانترنت في محاربه الغش. هذه حادثه تخرب الاقتصاد ماشي غير ترجعنا، تسمى مازال التخلف الاقتصادي رانا غير نوليو. بون النظام الديمقراطي في اي دوله غادي يخلي المراه تشارك في السياسه بكل توجهاتها سواء او بكل ايديولوجياتها، سواء كانت علمانيه شيوعيه اسلاميه، بكل توجهاتها بديمقراطيه تامه. الديمقراطيه ستسمح للمراه بالمطالبه بالمساواه بين الرجل والمراه حتى في الحقوق، ستسمح بسن قوانين في الدستور الجزائري ولا في القوانين المدنيه بصفه عامه بالمطالبه بحقوقها تامه، هي كيفها كالرجل، سيساهم ب من اجتماعيا التطور في غادي يقلع عليها الاغتصاب، غادي يقلع عليها زين المحارم، غادي يقلع عليها التعتيم الاعلامي للظواهر الاجتماعيه اللي المراه فيها مهانه بالدرجه الاولى وما كانش تغطيه اعلاميه، مثل التعنيف ضد المراه، مثل الزواج القواصر، مثل الكثير من القضايا. لما النظام يصبح ديمقراطي حتى الإعلام يصبح ديمقراطي ويصبح يكشف عن الظواهر الاجتماعية الكثيرة التي هي ضد المرأة. تجربة تاع الإسلام السياسي في التسعينات كانت خطابات، أنا ما عشتهاش، أنا من مواليد 1994، لكن بعض الخطابات من بعض الإسلاميين كانت تجرم الديمقراطية، كانت تعتبرها حرام، كانت تعتبرها بزاف صوالح. نقدر نقول لك بلي الإسلاميين نقدر نكون محايدة، الإسلاميين تاع فترة التسعينات والإسلاميين تاع الفترة هذه جيل مختلف. ممكن أن يشوف على مواقع التواصل الاجتماعي كاين إسلاميين منفتحين شوية على العالم الخارجي ويشوفوا الديمقراطية بشكل آخر، تشوفيهم حتى هما يهضروا بالديمقراطية، بصح أسكو راهم فاهمين وش هي الديمقراطية؟ ديمقراطية تامة باللي المرأة عندها الحق تطالب كل شيء وما توقف لهاش في الطريق، ما تكون لهاش هو العائق الأول بحجة الإسلام، وعندها قوانين وعندنا الشريعة الإسلامية ما تخليكش مساواة في الميراث والمساواة في هذه المساواة في هذه. دونك جو سوي كونتر الإسلام السياسي يوصل للسلطة، لأنه سيمارس في نظري الشخصي لو يتمسك بالشريعة أو باستخدام الإسلام في السياسة على حسب المصالح الشخصية، نعتبر باللي يستعمل الإسلام في السياسة أو جوانب من الإسلام فقط، مش هذا هو الإسلام في السياسة نفسه، نفس اللي راهم مدروك في النظام يحاربونا بالإسلام، قال انتم راكم تحوسوا ديروا العلمانيه، كنتحوسوا تشوهوا الاسلام، نفس الشيء. انا مع الحراك فكره والفكره لا تموت. الحراك الشعبي صاي فجر هذيك تاع الخوف، بالمقابل تشوفي بلي كاين اعتقالات بصح مازال كاين الناس تهضر، هذا دليل على انه الحراك سيعود مهما اعتقلت ومهما قامعت سيعود. اذا لم يعود في شكل حراك شعبي بسبب القمع سيعود في أشكال أخرى، مثلا دخول الشباب في السياسة، الضغط على السياسة في مواقع التواصل الاجتماعي. لهذا الحراك هو أن نشوفه بلي ماشي مسيرات فقط، هو بزاف صوالح. واش رانا نديرو دروك فتح السياسيين وفتح السياسة المنتهجة هو دجا حراك، اسم راه كاين على الساحة بصح راه بأساليب أخرى. إذا كنا نهضروا على المسيرات، أنا نتوقع المسيرات تعود إذا كان هناك تنسيق بين الولايات باش يخرجوا في يوم واحد. حراك الوعي، حراك
المساواة بين جميع المواطنين، حراك المصالحة السياسية بين الشعب والسياسة.